من رام الله تنضم إلينا دكتورة تمارا حداد، الأكاديمية والباحثة السياسية. دكتورة تمارا، أبدأ معك مع هذا التقرير والذي كشفته واشنطن بوست حول يعني حزمة جديدة من المساعدات العسكرية أو الدعم العسكري لإسرائيل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أنه حتى الآن لم يقدم إلى الكونغرس. هذا يتناقض تماما مع التصريحات الأمريكية. بداية أسعد الله صباحكم وتحياتي لكم ولقناتكم الكريمة. هذا يشير أن العلاقة الاستراتيجية بين دولة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ما زالت قوية، رغم التصريحات التي تشير أن يجب إسرائيل أن تتوقف بالتحديث فيما يتعلق الواقع الإنساني وإعطاء المساعدات الإنسانية. لكن على أرض الواقع أن الولايات المتحدة الأمريكية هي ما زالت تعطي الضوء الأخضر فيما يتعلق استمرار واقع العدوان على قطاع غزة، وأيضا معنية تماما بإزالة التهديد المتمثل بالسلاح للمقاومة الفلسطينية، وأيضا يعني معنيون تماما سواء كان إسرائيل ومن بينها أيضا الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء الوجود الذي له علاقة بالنضال أو المواجهة أو بالتحديد المقاومة المسلحة، معنيون تماما بإزالة التهديد الأمني على مدى متوسط حتى على مستوى استراتيجي، بمعنى هم يستخدمون نظرية التي تعتبر في سياق الردع الأمني والضربات الاحترازية، وهذه مستقبلا سوف تكون كما تحدث في الضفة الغربية. في الضفة الغربية هناك يستخدمون كل السياسات البعد الأمني الشامل والسيطرة الأمنية الشاملة في الضفة الغربية من قبل إسرائيل، وتحت إطار السيطرة الكلية فيما يتعلق الأمن القومي الإسرائيلي، هذا ما سوف يرسخونه في قطاع غزة، وهذا ما يتفق به تماما مع السياسات الأمريكية وبالتحديد الدولة العميقة للولايات المتحدة الأمريكية. بالفعل يعني العلاقة الأمريكية والعلاقة الإسرائيلية بالفعل هي علاقة قوية، يعني مختلفة كليا عن واقع التصريحات أو الإعلام الذي يظهر عبر الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي. والدليل أن ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية هي تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل في استمرار العدوان على قطاع غزة، وإن تم الإشارة إلى هدنة مؤقتة التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية، هي تريدها فقط من أجل تحقيق مصالحها لأكثر من نقطة، نظرا أنها هي حتى هذه اللحظة هي منشغلة بالواقع الانتخابي الأمريكي. هي تريد أن تخفف وطأة الضغط على الديمقراطيون التقدميون الذين يشيرون واقع أن بالفعل أن هذا العملية العدوان تضر بالواقع الإنساني. وناهيك أن الولايات المتحدة الأمريكية معنية تماما بهذه الهدنة المؤقتة فترة 6 أسابيع من أجل إخراج الرهائن ذو الجنسية الأمريكية، بالإضافة أن الإحصائيات المؤخرة أشارت أن الخسائر البشرية فيما يتعلق صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي كان هم يحملون الجنسية الأمريكية. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تخفف وطأة أنها تشير أن من يقتل الرهائن ذو الجنسية الأمريكية هم ذاتهم القوات الذين يحملون الجنسية الأمريكية. لذلك تريد بالفعل عملية الهدنة حتى يتم إخراج الرهائن فيما يتعلق واقع منطقة رفح. لماذا الولايات المتحدة الأمريكية معنية تمام بهذه الهدنة 6 أسابيع؟ هي تريد أن تخفف وطأة الضغط على المواطنين بالتحديد في منطقة رفح، بمعنى تريد أن تخفف وطأة أي عملية دخول بري من قبل إسرائيل على منطقة رفح، وهذه المنطقة يتواجد فيها عدد كبير من الكثافة السكانية تقدر 1,400,000 مواطن فلسطيني. هي تريد أن تخطط فيما يتعلق عملية إجلاء بعض المواطنين وليس جميعهم، بالتحديد النساء أو الأطفال الأقل 10 سنوات خلال فترة الهدنة، بعملية إبعادهم عن منطقة رفح وعملية يعني تواجدهم وإبعادهم إلى المنطقة الوسطى أو المنطقة المواصي أو المنطقة التي قاموا بالفعل السيطرة عليها أو تجريفها أو عملية محاولة إزالة التهديد الأمني في هذه المناطق. باعتقادي بعد انتهاء هذه الهدنة، إن تحققت هذه الهدنة، سوف يكون بالفعل الدخول إلى منطقة رفح. هناك اتفاق كلي وشامل بالاستراتيجية بالبعد الاستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي، وهو إزالة التهديد الأمني المتمثل بحركة حماس والمقاومة الفلسطينية. ما زال هذه اللحظة أن الاتفاق ما زال راسخا، يعني لا توجد هناك أي تغيرات في قواعد الفكر الاستراتيجي المستقبلي بإزالة التهديد فيما يتعلق الوجود السلاح أو المقاومة المسلحة في قطاع غزة. باعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى على مستوى جانتس زيارته صحيح له أكثر من دلالة، سواء كان زيارته لها علاقة بالبعد الأمني
أو البعد السياسي أو البعد الشخصي، لكن في المجمل سياقات هذه اللقاءات سواء كان من الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا لها علاقة بالبعد الأمني، وهذا ما أشار إليه جينتس وشكره أن باتفاق الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تساهم وتساعد بعملية اتفاقها بإزالة التهديد المتمثلة بإزالة السلاح في قطاع غزة. والنقطة الأخرى في زيارته وهي كواقع سياسي، وهي التركيز على البعد اليوم التالي. صحيح لم يشير إلى اليوم التالي كون أن ما زالت حتى هذه اللحظة أن إزالة التهديد بحاجة إلى عام أو عامين، قد يكون هناك أكثر من 5 سنوات كما حدثت في عام 2000 عندما تم كما تم الإشارة بواقع الاستراتيجيات الأمنية الإسرائيلية، أن إزالة أي بعد السلاح أو عملية تدجين أو ترويض بحاجة من 3 إلى 5 سنوات. هذا ما يريدون ترسيخه في قطاع غزة كما حدث في الضفة الغربية. هذه النقطة. النقطة الأخرى البعد الشخصي. زيارة جينتس لها علاقة بالبعد الشخصي كونه هو الشخص الأكثر وفرة وحظا بأي انتخابات مستقبلية، تشير إلى واقع أن جينتس قد يفوز بأي انتخابات تحدث إذا كان هناك بالفعل عملية تغيرات في هذه الحكومة الحالية، إن كان هناك انسحاب بعض الأعضاء في الحكومة اليمينية الائتلافية، أو أن قانون التجنيد قد يساهم في عملية انسحاب شاس أو درعي أو بعض الحكومات أو بعض الأعضاء الذي له علاقة بالبعد الديني الحريديمي. قد يكون هذا الأمر ينعكس على واقع نتنياهو بانسحاب أحد الأعضاء وسقوط هذه الحكومة انتخابات مبكرة. لذلك جينتس هو الأكثر وفرة وحظا بأي انتخابات مستقبلية. لذلك زيارتي كانت تأخذ أكثر من بعد. البعد الآخر والأخير وهي أخذ الضوء الأخضر، يعني من يشير أن واقع انقسامات الداخلية في الواقع الإسرائيلي، أن هذه الانقسامات فيما يتعلق إدارة الحرب، لكن هم يتفقون، إذا تحدثنا بكل واقعية هم يتحدثون ويتفقون تماما على البعد الأمني، سواء كان جانتس ونتنياهو وجالنت وأيزنكوت يتفقون تماما على استمرارية البعد التسليحي والتمويلي وأخذ الضوء الأكثر الأخضر أكثر وأكثر، حتى يكون هذا الضوء من أجل استمرارية ما يسمى إزاحة التهديد الأمني المتمثل في السلاح في قطاع غزة، بالإضافة إلى عملية تحويل قطاع غزة كما تحدث في الضفة الغربية بأنها منطقة يتم دخولها وخروجها بكل أريحية، ثم عملية تدجينها أو ترويضها حسب ما يريدون وحسب ما يعتقدون ويشيرون الواقع الإسرائيلي. لذلك الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية، البنتاغون، المخابرات الأمريكية، الاستخبارات الأمريكية، الدولة العميقة بمعنى بمرمتها، ما زالت حتى هذه اللحظة هي ما زالت مع الكيان الإسرائيلي، وإن كان هناك بعض الاختلافات التي تشير إلى واقع بما يتمثل إدخال المساعدات الإنسانية، هم يريدون الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الهدنة ترسيخ نظرية جديدة، وهي نظرية إدخال المساعدات الإنسانية مقابل إخراج الرهائن أو إخراج المحتجزين الإسرائيليين. والدليل أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقدم مشروع للمجلس الأمن الدولي، هذا المشروع له علاقة بعملية أن تكون هدنة مؤقتة مدة 6 أسابيع بالمقابل إخراج الرهائن المحتجزين الإسرائيليين الذين بحوزة المقاومة. من يحلل هذا المشروع يشير أن هناك الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تعطي الشرعية للاحتلال بالاستمرار على العدوان والاستمرار من أجل السيطرة، الحكم الأمني والحكم العسكري في قطاع غزة والسيطرة الاحتلالية الشاملة وإعادة التضاريس الهيكلية الديموغرافية والجغرافية لقطاع غزة، بالإضافة إلى أن هذا المشروع ليس له علاقة بإخراج الأسرى الفلسطينيون، فقط له علاقة بإخراج الرهائن المحتجزين الإسرائيليين الذين بحوزة المقاومة، وترسيخ نظرية جديدة ليس لها علاقة بإعطاء الخطوط العريضة للمقاومة التي تريدها، وإنما ترسيخ معادلة جديدة إدخال المساعدات الإنسانية وبالمقابل إخراج الرهائن. وهذا ما تم الإشارة إليه عبر التصريحات بكل صراحة، أن هناك يجب إدخال المساعدات سواء كان برا بحرا جوا، حتى على مستوى عملية الإنزال الجوي التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية، هي تريد أن ترسخ البعد أن الغذائي أو المعاشي هو الذي سوف يتم تحقيقه على أرض الواقع، إن بالفعل إن كان هناك استسلام للمقاومة وإن كان هناك إخراج الرهائن
وهذا إشارة أن الخطوط العريضة المتمثلة بانسحاب الجيش أو عملية وقف إطلاق النار بشكل نهائي أو عملية أن يكون هناك إعادة المواطنين إلى المنطقة الشمالية بمعنى إعادة النازحين، أعتقد أنه لن يتحقق على أرض الواقع، وإن كان هناك ضغط من قبيل شهر رمضان، لكن عملية شهر رمضان له علاقة بالبعد الإنساني من منظور أمريكي، من منظور المجتمع الغربي، حتى على مستوى المنظور الإسرائيلي يريدون إدخال المساعد مقابل إخراج الرهائن واستمرار وعطاء شرعية، استمرار العدوان على قطاع غزة وإعادة البلورة الاستراتيجية الأمنية كمنظور كواقع الضفة الغربية. طيب، مسألة السماح للمصلين بدخول الأقصى خلال الأسبوع الأول من رمضان، يعني ما الذي تغير في العقلية الإسرائيلية؟ صحيح، بالفعل أولا شهر رمضان وبالتحديد هو شهر يعتبر ذات بعد ديني، يعني نتنياهو يمسك العصا من المنتصف. صحيح أنه في نهاية المطاف يعني يحاول قدر الإمكان بن غفير أو سموتريتش يشيرون إلى واقع أنه يجب أن يكون هناك تقييدا أمنيا على الدخول المواطنين الفلسطينيين فيما يتعلق المنطقة المقدسة. بن غفير هو يركز على واقع التقييد الأمني، يعني لا يسمح لي المجال بالتحديد في شهر رمضان إدخال المواطن سواء الضفة الغربية، المنطقة المقدسية أو حتى في سياق مواطني الداخل الإسرائيلي. لكن نتنياهو نتيجة التقارير الأمنية والتقارير العسكرية التي تم تقديمها من رئيس الأركان وأيضا رئيس جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى التقارير الأخرى المتمثلة أن كلما كان هناك ضغط خلال هذا الشهر قد يكون يتحول إلى انفجار، لذلك سمح لعملية دخول المواطنين، ولكن حتى إن كان هناك سماح عبر الإعلام دخول المواطنين إلى المنطقة المقدسة، لكن ما زال التشيك الأمني وما زال أن الحواجز الأمنية قائمة، ما زال أن كل مواطن يعتمد على هويته. إذا كان هناك شعور أنه شعر أن هذا المواطن سوف يتم بالفعل إلحاق الضرر ضمن سياق معلومات استخباراتية أو معلومات أمنية، يتم إبعاده عن هذه المنطقة المقدسة وعدم إدخاله على المنطقة المقدسة. بالإضافة يوم أمس كان هناك تركيب الكاميرات على معبر قلنديا، بمعنى أن هذه الكاميرات أصبحت أكثر وأكثر حتى على مستوى المنطقة، برمتها في المنطقة المقدسة تم تركيب كاميرات بشكل أشمل حتى يتم تعزيز المراقبة الأمنية العسكرية. بالإضافة إلى التشيك الأمني، عملية الدخول هي تأتي عن طريق هذا المعبر قلنديا، وعندما يتم دخول المواطن يتم وضع الجهاز الأمني على هذه الهوية، وهذا إشارة أن ما زال التقييد الأمني قائما، ولكن لا يريدون التصريح على هذا الأمر عبر الإعلام، لكن سوف يتم دخول المواطنين الذين ليس لهم علاقة سواء كان بالمقاومة المسلحة أو ليس لهم علاقة بالبعد الأمني أو ليس لدينا علاقة بالبعد الذي سوف يضرر بواقع الأمن القومي الإسرائيلي. باعتقادي أن عملية تغير نتنياهو فقط من أجل أن يكون هناك إعطاء الصورة أنه ما زال يحافظ على حرية الأديان وما زال يحافظ على أن الفلسطيني يعني المنطقة المقدسة لها بعد ديني، لكن هو فقط من أجل امتصاص واقع أي بعد مستقبلي، عملية تحرك سواء كانت الضفة الغربية وأيضا المنطقة المقدسة وأيضا في الداخل المحتل. يعلمون تماما أن المنطقة المقدسة وشهر رمضان المبارك وبالتحديد في ليلة القدر، هذه تعتبر الليلة المباركة دينيا ضمن سياق المشاعر المسلمين في المواطني الضفة الغربية أو المقدسيين أو العرب الداخل، إن كان هناك تقييد سوف يشعل أيضا واقع الضفة الغربية، وهذا ما يريده المستوى السياسي والمستوى الأمني بعيدا عن واقع بن غفير الذي دائما يركز على عملية إشعال البعد الديني تحت معتقدات أن يجب إخراج المسيح ويجب أن يكون هناك حرب هرمة جدا، لذلك يحاولون تخفيف الوطأة من البعد الديني حتى يتم استمرارية العدوان على قطاع غزة واستمرار المخططات القائمة. وإن كانت هناك هدنة في خلال فترة شهر رمضان، لكن أعتقد حتى هذه اللحظة أعتقد بوادر هذه الهدنة يعني لم تحقق أي إنجازات توافق بين المقاومة إسرائيل، لكن مشروع القرار الأمريكي بتحقيق هذه الهدنة هو فقط لإعطاء شرعية لإسرائيل استمرار العدوان، هذه نقطة. النقطة الأخرى حتى ترمي يعني بذكاء الدهاء السياسي الأمريكي حتى ترمي الكرة في ملعب حماس
حتى تلعب، حتى تضع هذه الكرة في ملعب حماس، حتى تشير للعالم الخارجي أن حماس هي التي تعركس وهي تعرقل تحقيق هذه الهدنة، وأن المشروع الأمريكي حقق ورسخ هذه الهدنة المؤقتة، وأن إسرائيل سوف تنفذها، لكن هي فقط من أجل رمي الكرة في ملعب حماس حتى تشير للعالم أن الذي لا يريد هذه الهدنة هي حركة حماس. لذلك هي تعتبر ضمن السياق الدهاء الذي يساعد إسرائيل وليس الذي يعرقل أو يعرقس واقع مخططات إسرائيل.